هذا البرنامج برعاية مخابر مديس. استحفظ على صحتك وصحة العزيز عليك مع جولدينا بلوس. سون كوليسترول غنية بالأوميغا 3 ومن غير ويل إيدروجيني، جولدينا بلوس تعاونك على تغذية سليمة ومتوازنة طول النهار. جولدينا محلاك محلاك يا لميمة. مرحبا بكم على كارتاج بلوس، انتم تتفرجوا في برنامج صحتك معنا. نتقابلوا كل نهار جمعة التسعة غير ربع، وتلقاونا زيدا على لي ريزو سوسيو صحتك معنا بالعربي وبالفرنسي. اقعدوا معنا، ليميسيون تاعنا توا تبدا. يجي بحضنا دكتور حمادي العكيري، رئيس قسم جمع الدم والتحسيس بالمركز الوطني لنقل الدم. مرحبا بك دكتور. مرحبا. الصفة متاعك هي اللي باش نحكيو عليها، التحسيس بالمركز الوطني لنقل الدم، وديما انتم تدخلوا في الميديا باش فوفيت دي زابيل للناس، على خاطر ديما الستوك متاع المركز ماهوش اسي للتغطية متاع الحاجة. أكيد يعطيك صحة أنكم تعطينا كل مرة تفكرنا، خاصة أنت في نوال تعطينا فرصة باش نواجه شوية نداءات ونذكر العباد شوية أنه تبرع بالدم راهي عملية إنسانية تنم على شعور بالآخر، وإذا كان ما عندناش الإحساس هذاك نحن ما نجمش نبني ولا حتى حاجة أخرى غير الإحساس هذاك، أنه نحن نحسوا بالآخر وأنه نجموا تكون فينا طوعين ونعاونوهم. تبرع بالدم عملية أنه بش إنسان بش يتطوع وحده وقت اللي هو ما هوش بيستحق حتى للدم، ويخمم في عبد الآخر قد ما يعرفوش شكون أنه بش ينقذه وبش يعاونه. لكن احنا الفترة اللي تعديتها والسنين العامين اللي فاتوا فيهم شوية الكوفيد والكل، القطاع هذا كما أغلب القطاعات ما تشد شوية نقص، لأنه العباد جات في وقت تخاف العباد حتى من التجمعات والكونتاكت باش تمشي للمراكز نقل الدم ولا المؤسسات اللي فيها نقل الدم باش تتبرع. صارك شوية الخوف هذاك خلى أنه الإقبال ينقص والاحتياجات مالوزمون ما تقلش ما تنقصش برشا، لأنه اللي باش المرأة اللي باش تولد باش تقعد تولد، واللي باش يعمل المرضى فقر الدم الوراثي باش يقعد ديما يستحقوا، اللي عندهم قصور كلوي باش يقعد ديما يستحقوا، الزرعة النخاع والكل باش يقعد يستحقوا، معناتها ديما الاحتياجات هي مستمرة، لكن التطوعات والتبرعات هي اللي نقصت في الفترة الأخيرة. مرينا فترة صعيبة شوية، عملنا نداءات الحمد لله أنه فهم العباد استجابت وفاقت شوية، لأنه كل واحد فينا تصور أنه مدام ساكتين مدام لباسة. نحن خدمنا على بطرق أخرى، عملنا تواصل على وسائل التواصل الاجتماعي على عبر الجمعيات والكل، يقعد ديما أنه نتوجه للمواطنين معناتها بطريقة أوسع، هو السبيل أنه نذكروا أنه راهو العمل هذا راهو عمل يومي، راهو احتياجاتنا يوميا نحكي على الجمهور التونسي الكل تقريبا 800 وحدة تاع دم، الاحتياجات تاعنا يوميا يجب كل يوم تكون متوفرة. أنا تويك تقريبا نحن في الحدود تاع 650 ولا حاجة معناتها اللي وصلنا لهم معناتها في السنوات الأخيرة، مالناش بعاد يعني كيف نقولوا معناتها تقريبا فما 150 شخص كل يوم. إذا كان يستحق واحد مثلا مستحق ثلاثة ياخذ زوز بركة يقعد ناقص واحدة، الآخر مستحق زوز ياخذ واحدة بركة يقعد ناقص واحدة، دونك فما نقص معناتها نتاع 150 تقريبا بوش في اليوم على مستوى جمهورية تونسية الكل. كيف تتحسب مش حاجة كبيرة، يعني كان كل واحد يزيد في كل بنك دم يمشي زوز من الناس أخرين زايدين على العدد العادي تو تتحل المشكلة. مش بونكتويل هي الحكاية، زمها تتعاود برشا مرة. دونك نحن نقولوا كان كل واحد يعطي مريرة في العام من العباد اللي عمرهم 18-65 سنة ولا بس عليه بصحة جيدة والكل،
طبعا نحتاجوش برشا باش نقعدوا نجريو ديما فما المخزون موجود، وخاصة ديما نذكروا أنه ساعات يصيروا أزمات ساعات يولي المركز يستحق أكثر من العادة. صح، وصارت لنا برشا مرات معناتها تذكروا حدث عمدون ولا حدث عمدون عملتوا أبيل وناس جات تبرعت. فما هو نحن كي يبدا عندنا نحن ديما نذكروا بحاجة نقولوا أنه راهو البوش دو صاني الوحده شكارت تاع هذيك هي تنجم تستنى المريض كي نبدا نحطوها في الفريجيدير، اما نجموش نحطوا المريض في الفريجيدير باش يستنى البوش دو صاني. دونك هي تستنى المريض ساعات تبدا حاله مستعجله الحق معناتها كان ما تبداش عندك البوش حاضره ساعات ما عادش تنجم توقظوا معناتها باش تقعد تستنى العائله ولا صحابه باش يجيو يتبرعوا له سي با توجور لا بون معناتها براتيك باش باش تتعالج من العباد هذوك. ونذكروا للناس عندهم قداش الحق من مره يتبرعوا؟ بالنسبه للراجل ينجم يعطي 5 مرات في العام كل عام، المرات تنجم تعطي 3 مرات في العام كل عام، لانه معناتها هذه نحكيو حاجه اللي تحاكي الفيزيولوجيا في بدننا نحن، الدم راه ماهوش حاجه اللي تولدت مع تولد معك وش يموت معك، نو. أكثر نوع بتاع دم تقريباً عايش معنا هو الكريات الحمراء اللي قلوبي روج عايش معنا تقريباً 4 شهور أكثر واحدة ذي، يعني براتيكمون كل يوم فما كمية بتاع دم قاعدة تموت وتخرج وتتعوض، ما كانوا مش يعوضك الكمية اللي تتبرعت بها هذيك. بالنسبة لي يعني كي تعملها 5 مرات في العام تتبرع بك البوش دو سون هذيك ماهيش بعيدة على الفيزيولوجيا اللي البدن قادر أنه يتأقلم معها ويتعامل معها بطريقة اكزاكتومون. انتم تحاولوا في كل مره انكم تقربوا للناس سواء عبد الوحدات المتنقله والا في الطب الشغل نتصلوا حتى بالمؤسسات الكل يعني اقتصاديه والا تعليميه ولا نمشيو للمعاهد نمشيو للكليات نمشيو لمراكز التكوين المهني نمشيو لمدارس الحرس مدارس الشرطه مدارس السجون المؤسسات الاقتصاديه معناتها نتنقلوا للعباد الكل ننتظروا انهم هما باش يتنقلوا زاد يتنقلوا كيما نجموش يجيونا كي تجيهم يتبرعوا على الاقل. واللي يحب يستفسر ينجم يبعث على الباج نتاعكم تاع المركز سي ان تي اس اللي هو سونتر ناسيونال دو ترانسفيزيون سانغي. فوالا وعملنا فيها حاجه جديده ابليكاسيون جديده تنجم تاخذ رونديفو اذا كان ما تحبش تستنى والكل تنجم تختار النهار اللي يساعدك والوقت اللي يساعدك دو توت فاسون الحق بتاع ربي كل ما نمشي الغادي يفرحوا بيا ويعديوني قبل الناس الكل ديما لو فولونتير إلي بريوريتير في المركز الدم حتى كان فما عنده التزامات. يعطيك الصحه دكتور حمادي العكيري رئيس قسم جمع الدم والتحسيس بالمركز الوطني لنقل الدم، مرحبا بك في كل وقت دكتور. كان هذا موضوعنا لليوم. جيب حدانا دكتورة لميا قلال أستاذة في أمراض المعدة والأمعاء ورئيسة قسم بمستشفى محمود المطري، مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا وإن شاء الله رمضانكم مبروك. إن شاء الله رمضانك مبروك والعام أنت حيا بخير. في رمضان جوستومون الجهاز الهضمي الكل يدخل بعضه، معناها ديجا الصيام الفاز نتاع الصيام وفي العشاء في شقان الفطر ساعات ناكلوا حاجات إنابروبريي وخاصة الناس اللي عندهم قلق في قرح في المعدة ساعات يصوموا واللي هو كونتر انديكي وساعات العكس كل مرة على كيفهم معناها. صحيح، هو في الحقيقة رمضان عنده منافع على الجهاز الهضمي وعلى الكبد خاطر ينظفهم كما نقولوا، ولكن فما زادة أيضا انعكاسات سلبية تجم تصير عند الإنسان اللي عنده بعض الإخلالات على خاطر نوعية الماكلة تتبدل ولا عنا وجبة بركة قلة السوائل الإنسان اللي هو النوم يعني يقل، فمجموعة من الاضطرابات ينجموا يصيروا في رمضان على مستوى الجهاز الهضمي، أولهم المسرنة الحساسة والإنسان اللي عنده إمساك، ثانيا مرض الجير، ثالثا مرض زاد أيضا المرارة، والمشكل الكبير على مستوى يعني حياة الإنسان الحاجة اللي تجم تعرض حياة الإنسان للخطر هو القرح والقرح بتعقداته انفيت. علاش يبدا إنسان فما عنده القرح؟ على خاطر فما في رمضان نعديو أكثر من 15 ساعة إنسان ما ياكلش، فنسبة الحموضة في المعدة باش تزيد برشا، وتعرض فئة من الناس لخطر ظهور مرض القرح، ويعني إمكانية التعقدات وأنه القرح يتفلق تزيد 3 مرات أكثر في شهر رمضان مقارنة بالكامل السنة.
فشنو ما الميساج يعني اللي نجمو نعطيوهم للمواطن وأنه وقت اللي يحس بوجيعة في المعدة في آخر النهار خاصة مشى وتزيد وهو مازال هو صايم ويحس روحه وجيعة متاع جوع بالوجيعة، الإنسان هذاك يلزم ويمشي عادي عند طبيب ويقوم بكشف بالمنظار باش نشوفه فما عنده إلا لا معناتها قرح ويوقف الصيام. إنسان عنده قرح وقع اكتشافه في خلال شهر رمضان أو بعض الأيام ولا حتى زوز أسابيع قبل بداية شهر رمضان، ماذا به ما يصومش ولا يقص الصيام، وعام جاي ينجم يصوم بعد ما نداويو إلا المرض هذايا. بالنسبة للناس اللي عملوا قبل القرح ووقع علاج القرح كيف ما يلزم على قاعدة، وكان قولوا على قاعدة فما جرثومة في المعدة يلزمنا نقتلوها اللي هي تاجم تعطي القرح معناتها على مستوى أسباب القرح، ف الناس هذوما اللي عملوا قرح قبل وبراو منهم هذوما يلي يجمو يصوموا، ولكن يلزموا ياخذوا حربوشة الدواء كل يوم تنحي وتقلص في نسبة الحموضة في البدن كل يوم على امتداد شهر باش هكيكا ينجموا يصوموا وما يقعش معناتها ما يرجعش مرض القرح عندهم. هذا إذا 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 كان ما ثبتوش وأنه جرثومة ماتت عندهم. بالنسبة للناس اللي ثبتوا وأنه جرثومة متاع القرح ماتت ينجموا يصوموا من غير حتى احتياطات. بالنسبة للناس الأخرين يعني كما قلنا السوائل، ركزوا على السوائل، ركزوا على نبعدوا على الألياف، يعني يلزم الألياف الخضر والغلال يلزمنا نكلوهم، نبعدوا على الدهنيات خاطر الدهنيات والسكريات اللي نحبوهم برشا في رمضان ماذا بينا شوية شوية معناتها الترشيد يعني في استعمالهم باش ما يجيش مرض الجير، باش نخليو البلاصة زادة للألياف والخضر والغلال والحاجة اللي تخلي الإنسان ما يتنفخش بعد الماكلة، ما تجيش المعدة الحساسة والمسرنة الحساسة وما يجيش القبض، ونتفاداو أمراض المرارة كيف ما قلنا زادة. اكزاكتومون دكتور، وسينو كان فما واحد متقلق من القرح شنو ينجم يعمل لي بون براتيك بخلاف انه كيف ما قلت يقص الصيام على خاطر باش ما يعرضش روحه لخطر انه المسرانه تتفلق وترسله في عمليه وفما حتى خطر على حياته. يقص الصيام ياخذ حربوشه الحرابش اللي تخلي القرح يلحم ويمشي يعدي، يلزم كشف بالمنظار باش نشوفوا القرح ونعطيه الدواء المناسب اللي هو متمثل في يعني انه نقتلوا جرثومه القرح ونعطيه الدواء اللي يخلي القرح يلحم. أما إسنة ما فيهاش اللي عنده قرح ما يصومش في القرح محلول، ما يصومش في السنة هذه، يصوم السنة المقبلة. عام جاي أون أتوندون يعمل العلاج متاعه. بالضبط. ولا يعطيك الصحة دكتور لميا قلال، أستاذة في أمراض المعدة والأمعاء ورئيسة قسم بمستشفى محمود المطري، هذا موضوعنا في صحتنا اليوم. نحكيه على أهمية الوقي ضد الشمس. جيب حذينا دكتور ريم بن مسلي طبيبة أمراض جلدية، مرحبا بك دكتور. مرحبا. الإكران توتال اللي هو اسمه العباد الكل تعرفه، فما برشا خلط وإحنا قريب على بواب صيف، لكن الناس تنسى اللي هو يزمو يدوى إدخل أبليكي على طول العام، أما الفريكونس والأبليكاسون تفرق. صحيح. بالنسبة لواقي الشمس هما معناتها لازم كمان نفهموا معناتها اللي واقي الشمس هو يمثل حماية كبيرة بالنسبة للناس اللي عايشين في بلاد كيما بلادنا، بلاد مش محسوب على طول العام، وجلدتنا يخفيها برشا اللون، احنا برشا منا معناتها جلدة نقولوا غنجة قمحية، دونك الجلدة القمحية أول ما تعرف معناتها تعرض للشمس في ساعة تغميق. تغميق فما الناس يقول لك انا ما نحبش، وفما الناس يخاف على روحه. يخاف على روحه من شنو؟ يخاف على روحه من بعض الامراض عافينا وعافيكم الله معناتها السرطانيه اللي هي تجي بتراكم معناتها الاشعه فوق البنفسجيه خاصه من نوع اي على الجلده، وتجم تعطي لطف علينا ولطف عليكم شويه بقايا معناتها ملو البنيه في الجلده، وتجم جزء منها يولي معناتها سرطان. هذاك علاش احنا نركزوا ملي وليداتنا صغار خاصه وقت اللي يسخن الطقس، ولا نوليو نمشيو برشا معناتها دي روندوني في الجبل ولا نمشيو للبحر وكل شيء، ماذا بينا ديما نستعملوا الواقي بالكيفيه اللازمة بالكمية اللازمة. الكمية اللازمة تقريبا هي مغرفة قهوة
راهي كمية كبيرة شوية باش نأمنوا أكل وقاية اللي نحكيوا عليها 50 فما فوق اللي هي تخلي فما توازن ما بين الحماية معناتها من الشمس وباش الجلدة معناتها ما تاخذش لي دوماج أكتينيك على خاطر الشمس وقت اللي أنت تستوفي لي كاباسيتي متاع التصليح متاع الجلدة فما تعرض مفرط يولي فما أخطاء أخطاء في الخلية الأخطاء ينتج عليها شنية ينتج عليها بقايا من الأول البنية اللي بعض منها للأسف ينجم يولينا حللنا باب مشاكل أخرى احنا ماذا بينا نتفاديوها باش ما نخلطوش الحاجات نندموا عليها وهذا يصير بالوقاية الوقاية اللي تصير من اللي احنا صغار خاصة معناتها الصغيرات اللي باش يمشيو يعوموا في البحر ما نخليوهمش فيك الوقت اللي ما بين وقت الذروة ما بين نصف النهار والأربعة العادات هذوك اللي نحكيو عليهم معناتها والدينا والجدة نتاعنا وكل شيء هذوك ماذا بينا نتوقعوهم علاوة على ذلك بالطبيعة احنا ما نعديوش الصيف كامل قاعدين في البحر ولكن نخدموا دونك زيدة حتى نمشي ونجي في الكرهبة كل يوم هذاك خليني عرضة للشمس وشمس أكثر حتى من اللي أنا واقف معناتها في البحر إكزاكتومون خاطر فما لا ريفليكسيون اللي تصير معناتها على الشباك نتاع السيارة فماذا بينا نستعملوا واقي الشمس في عادتنا معناتها اليومية كل يوم وماذا بينا نختاروا الواقي اللي موجود في الصيدلية على حسب معناتها أذواقنا فما منها اللي معناتها شفافة كليا وفما منها اللي فيها ساعات شوية لون فما منها اللي توا ولو عنا حتى واقي شمس معناتها رجالي فهمت وتلقاه يلزم يكون ماذا بينا معناتها منتوج ذو جودة هذا هو معناتها يلزم واحد يختار الواقي اللي باهي واللي نصحه به طبيبه ويكون مناسب لطبيعة بشرته اكزاكتومون والابليكاسيون لا فريكونس دو لابليكاسيون كيفاش تصير معناها صحيح انه كل ساعتين ولا كل اربع سوايع الوغ احنا وكيفاش اذا احنا موجودين معناتها على شط البحر بطبيعة يلزم ناخذ واقي شمس وباش نعاود نستعمله مش حتى كل ساعتين بعد كل غطسة حتى لو كان هما توجل واقي شمس معناتها امبيرميابل له ولكن ديما النجاعة نتاعو باش تنقص دونك على حافة البحر نغطس نعاود نحط ليكرون لازمو بيدجي صحيح ولكن حتى شيء ما يغلى على صحتنا وقت اللي نبدا انا مانيش في البحر انا في البيرو نتاعي استعملت واقي شمس نتاعي معناتها في الصباح وبعد اذا انا مروح في القايلة ماذا بيا نعاود إذا أنا ما عنديش مشاكل في الجلدة بالكل مانيش معناتها عرضة باش نعمل البقايا البنية ولا حاجة نجم نستعمل باقي الشمس في الصيف مرة واحدة في النهار إذا أنا عرضة باش نعمل أمراض كيما نوع شائع برشا اللي هو الدسة اللي يعانيوا منه برشا نساء وفما مجموعة من الرجال ماذا بينا نعاودوا باقي الشمس صباح وقايلة احنا نقولوا خاطر عمليا كل ساعتين صعيبة برشا كانش كي واحد يبدا في عطلة باه وإذا كان احنا وجهنا أبيض جلدتنا بيضة وعينينا خضر وشعرنا فاتح وشعرنا نقص نلبسوا شابو ونحطوا الواقي وما ننسيوش وذنينا ونحطوا حتى في ظهر ريدينا على قد ما جلدتنا فاتحة على قد احنا احتياجاتنا الواقي شمس تكون كبيرة لكن مش معناتها كان الجلدة الفاتحة بركة نتوقعوا من الشمس جلدة فاتحة نتوقعوا من الشمس خاطر فما خطر كبير لطف علينا وعليكم من أمراض سرطانية ولكن حتى البشرة القمحية والغنجة اللي هي متوفرة أكثر في تونس يلزمها وقاية من الشمس خاطر هي بيدها تنجم تعمل أمراض سرطانية ولكن بنسبة أقل مش معناتها صفر وهذا موجود وزيد عليها أكل بقايا البنية اللي احنا ماهيش مزيانة وما نحبوهاش وماذا بينا معناتها ما نشوفوهاش وعادة ننسى كي جيونا في العيادات تقولك هذاك قلقني دكتور دونك نحب ماهوش موجود نحب ماهوش موجود من 20 سنة نشربوا ماء بالباهي نغذيوا جلدتنا ونحطوا واقي الشمس على الاقل كل يوم من شهر مارس حتى لشهر اكتوبر وكي نمشيو نعوموا في البحر بالطبيعه سافا دو سوا باش نخرجوا الشابو والنظاره وكوش كبيره من ليكرون فوالا يعطيك الصحة دكتور ريم بن مصلي أخصائية أمراض جلدية اليوم حكينا على أهمية الوقاية من الشمس في الصيف وإلا في الشتاء مازلنا باش نحكيو في نفس الموضوع مع لي برودوي سيتافيل جيب حدنا كي العادة نوال بن عبد الرحمن مسؤولة عن منتوجات سيتافيل مرحبا بك نوال وبك أكثر يا نوال كنا نحكي مع الدكتورة على أهمية الوقاية في الصيف ولا في الشتاء وخاصة في الصيف في البحر في الكهرباء وين وقت اللي نبدأ إكسبوزي للشمس كوا نجم نضيف انه اكسبوزي للشمس ولا ماناش اكسبوزي للشمس ماذا بينا قبل ما نخرجوا من ديارنا قبل ب 20 دقيقه نحطوا واقي للشمس وهذا يحمينا خاطر حتى من اللوميير ارتيفيسيال تنجم تضر البشره نتاعنا ومعناتها وتزيد زاده مثلا في الفييسمون كوتاني نتاع البشره للمراه ولا للراجل شيخوخه البشره شيخوخه البشره يعطيك الصحه وجبت لنا دي برودوي معك
سيتا فيل UV. سيتا فيل UV هو وقي للشمس للبشرة الحساسة، عنده وقاية عالية، ونأكد أنه للبشرة الحساسة عنده أن SPF 50 avec un UVA de 28، وهذه خلينا عنا وقاية profonde de la peau avec 7 filtres, une contenance de 7 filtres في وسط السيتا فيل UV، واللي هذه معناتها تخلينا vraiment une haute protection pour la peau. Voilà, هذا فيما يخص UVA. Ah, l'UVA avec un SPF 50. D'accord. La contenance de cétaphile UV, elle est de 50 ml. L'application de terreau, il est très facile à appliquer et à étaler. Il y a un fini transparent. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui il est très facile à appliquer. Il y a un fini hydratant. ولا فما ناس يتقلقوا من الزروقيه ساعات تتعمل من ليكرون توتال على الوجه. اي هي بعد ساعات زاده يفو سافوار كومون يوتيليزي ان ليكرون. احنا كونت اون فو فير بينيتري اون كريم هو ليكرون ما نحطوش معناتها اي دوا با بينيتري سور لا بو. دونك اون فا فير دي موفمون دو فا اي فيان. نحطوها على الجلد ونعملوا هكا دي موفمون دو فا اي فيان بور ليتالي. ما نخدموش كيما الفون دو تان، تقول لك انا نحط الفون دو تان ونخدمه. فهمت؟ وعندهم سو جيست لا حتى مع لي زيكران ترانسبارون، دونك يلزمها تعمل ان موفمون دو فاي فيان مرتين ثلاثه هكا تعمل مشيه جايه سي معناتها يدخل في الجلد مش يدخل، إلي أبليكي سور لو فيزاج ويخلي لها حمايه. أنت قلت ماهوش سونسي بينيتري للجلده من داخل. توت افي يكون فوق الواقي للشمس يبدا موجود فوق فوق الجلده. دونك لابليكاسيون هذه بالحق والله انا عمري كل عمل هكا ابارمون مش مبدل العادات تاعي. وي سي بيان دو فير des gestes circulaires. Des huiles, c'est bien de faire des gestes circulaires pour faire pénétrer la galénique. Par contre, pour un écran, un mouvement de va-et-vient à la louche interne, à la labdana, maintenant c'est au chlidine, maintenant c'est au charraqba, l'ergel, il y a un match, maintenant on a une calvitie, c'est important de se protéger le visage, hatta qu'on mette au tarboucha. Et puis voilà, donc c'est des mouvements de va-et-vient. Oui, najmou nhotou à l'abdan, il s'étale très rapidement, ou c'est une sensation agréable. Mais t'as chrouh kaka t'tlabat ma'nata b'cette affil UV, t'as c'est vraiment, amalna ma'nata une hydratation. Voilà, هو عنده زاد الخاصية هذه نتاع الهيدراتاسيون. Il est hydratant, عنده une composition hydratante. Bé, شنو نجمو نزيدو نوال؟ موجود في الصيدليات نتاع الجمهوريه التونسيه الكل، موجود في لي بارافارماسي زاده. كان فما اي سؤال على سيتافيل يو في، المشاهدين اي لي انترنت ils peuvent s'adresser au page et on a une réponse rapide. نجاوبو rapidement. سيتافيل تونيزي انستغرام فيسبوك، وعندنا لا شين يوتيوب سيتافيل تونيزي. فوالا يعطيك الصحه نوال بن عبد الرحمن، مسؤوله عن منتوجات سيتافيل. اليوم حكينا على الوقايه من الشمس واحنا على بواب الصيف، دونك لازمنا اون ابليك l'écran interne Cetaphil. كي العادة تجيب حدانا جديدة باش نحكيو في تنجح، مرحبا بك. أهلا وسهلا. على شنو باش نحكيو اليوم؟ باش نحكي على حاجة تابعة شعري. إيه؟ باهي. حتى أنت تنفستي في شعري. آه رسمالي شعري. صافي دو توا توا. بور تو دير أن فات وأنا صغيرة، سيتي أن كومبلكس شعري. بالحق؟ والله. شنو تنمر؟ تنمر عليك وكل شيء، دونك ما الصغر وكل شيء، دونك ماذا بينا هكا ليماج نتاع شعر الارتب، دونك توا شعري بوكلي وانا فرحانه بيه وشيخه عليه. وي. باهي، احنا اليوم على شنو باش نحكيو؟ باش نحكيو اون فيت على الميزوثيرابي. باهي. اللي هي سي اون تكنيك معناها تقنيه نتاع ديزانجيكسيون، اكل دونك ديزانجيكسيون نتاع دي برودوي، وسلون لو برودوي الموجود تتبدل التسميه. معناها مثلا البي ار بي سي اون تكنيك زاد دانجيكسيون، اما نستعملوا فيها الدم نتاعنا اللي باش ناخذوه باش يتعدى على سنترفيجوز باش يتصفى، ناخذوا منه الدم الابيض لي سيلول سوج ونزيدوه ان اكتيفاتور دو برودوي، ومن بعديك هذاك اون لانجيكت نزرقوه. باهي. نجمو نلقاو زاده دونك ميزو فيزاج، دونك هذا وقت اللي تتعمل على الفيزاج، ميزو بيسي وقت اللي تتعمل على الشعر، وفما ميزو شوفو اللي هو معناها للشعر الكليكا. بيسي كي تلقى العباد فريمون الشعرات نتاعهم طايحه برشا. داكور. دونك معناها إلي سبيسيفيك للشيء هذايا. وانت شعملت؟ أنا عملت ميزو شوفو، سيتي أن كوكتيل هايل. باهي، مع شكون؟ مع الدكتور نزار عبودة. مع الدكتور نزار عبودة، نتفرجوا في الفيتاغ ونرجعوا. La technique de la mésothérapie, l'aiguille تدخل à 2-3 mm de profondeur
وكل ما ندخلوا ليغلي نحطوا شويه برودوي دونك اما الكاليتي نتاع البرودوي كي نحطوه لهنا هو اللي يعمل لا ديفيرونس دونك او تشوف من بعد كي نبداو باش نزرقوا تشوف كيفاش ليغلي تدخل اون ميم طون ننزل شويه على البيستون تاع السورانك باش يهبط من كونتيتي دو برودوي دونك الكونتيتي اللي عندي باش نفرقها على الزون هذه الكل دونك اجود ما فما هذوما سميهم 32G الديامتر نتاعهم على صغير ياسر وهما اللي مجعولين باش بون نعملو بيهم ميزوثيرابي نعملو بيهم بوتوكس هذوما اللي باش تخلي الباسيونت ما توجعش وان ميم تو ما تخليلكش دي بلو ولا بروفوك با انسينيومون ولا حاجه اوكي دونك لهنا في الشهر حدا كليون ديزانفيكت نجمو ساعات كي نزرقو تطلع هكا نكته تاع دم صغيره دونك هذايا ندخلو ليغلي نتاعنا 2 مليمتر وان ميم تو كي ندخلو جانجيكت شويه برودوي حسيت حاجه تو دونك هو لاكت هكا يتعمل في غابيدمون قاعده تحس في حاجه شويه دق خفيف دق خفيف بس تو في نورمال ليغوي تدخل في الجلده دونك هذاك علاش اون ميم طون ندخلوا ليغوي وننزلوا على البيستون دونك هكا اون انجكت داخل ليغوي اون انجكت اون كونتيتي صغيره تاع برودوي باش نجمو من بعد بور لا ريبارتير في الشهر الكل ديما ليغوي تدخل 2-3 مليمتر اتبخي دو بروفوندور تدخل شويه كهو تعرف اي مش تقعد انت تحسب قداش دخلت احنا دي كون نحسوا ليغوي تدخل في الجلده نعرفوا قداش نزيدوا ننزلوا عليها ولا اوكي دونك افيك اي سي تري رابيد سان اكت لي ولا كيما نعملوه في الوجه ولا نعملوه في الكو ولا ديكولتي هي نفس التكنيك لا ميزوثيرابي هي سي تكنيك دانجيكسيون مش مربوطه معناها كان في الشعر واحنا والميلونج نتاع البرودوي اللي نحطوه باهي دونك كملوا احنا السيونس نتاعنا كيما شفت من قبيله عملنا هذا الكل وبدينا ندوروا على السيرفاس هذه الكل دونك تو نكملوا في البارتي التيلانية نفس البرانسيب دونك اون سيبار ابوبخي شوف كل سنتي سنتي ونص ابوبخي هكا اون في دي انجيكسيون حطوا شويه برودوي اللي هو باش يخلينا نكملوا بيه السيونس نتاعنا ونشوفوا قداش من كيما قلت لك تعمل سو فورم دو كور كل واحد شنو عنده شوت دو شوفو ولا شعر كيما نقولوا شوت اوكازيونيل ولا اللحسه كيما نسميوها بولاد هذيك اون فرونسي لحسه بالعربي دونك هذاك خلي لك البرودوي اللي باش تستعملو ديفير كيما نقولوا بالنسبه للبولاد نجمو نستعملو شويه كورتيكويد في كلكو سيونس ومن بعد نستعملو دي برودوي هذوما تاعنا سي دي زابور نوتريتيف قول انت علاش زعما هذايا مش كيما لي كومبريمي اللي ناخذهم صحيح اي بون الكومبريمي اللي ناكلوهم يتعداو في البدن الكل دونك الكونتيتي نتاع الفيتامين اللي خذيتها هذيك تتقسم على البدن الكل حتى كان نقولوا هذوما فيتامين ديستيني بور لي شوفو اي لي زونغل اما فينالمون في الاخر توصل كان شويه لهنا براتيكمون فما لي برودوي هذوما فما حاجه تقولين سي برودوي اندستريال معناها كل لابوراتوار شنو يصنع ونحطوهم اون بتيت كونتيتي لكن نوصلوهم ديريكتومون للبوب نتاع الشعر للبصيله نتاع الشعر دونك هذاك اون اجي ديريكتومون على العروق اللي موجودين بجنب البصيله بور لي تري لوكاليزي اون كونتيتي اسي امبورطون وهذا لا ميزوثيرابي ال ناجي كان على الشعر اللي موجود ما تنجمش عبد كيما نقولوا اصلع وتجي تحط له ميزو تقول له هاو شعرك باش يطلع مش باش يطلع خدم فماش شعر دونك هو اذن لا ميزوثيرابي كيما واحد يسقي في بقعه تكون فيها مزروعه اذا كان بقعه مش مزروعه زيد باش تسقيها مش يطلع حتى شيء دونك سي دو ميم برانسيب اوكي اوكي علي سي بون تفضل شنو هو البرودوي اللي حطو؟ باهي هو البرودوي اللي انا استعملته فيه ديجا هو حاضر فارماسوتيكمون معناها حاضر معناها ما خديناهش من الدم نتاعنا دونك سي ان برودوي حاضر فيه معناها لي كومبوزونت اللازمين لصحة شعري دونك لقينا فيه لي فيتامين البيوتين البيوبونتين وبرشا معناها مواد والا معناها دي فيتامين واحد اخرين دونك باهين للشعر بالنسبه للميزو تتعمل اون فيت باباري شويتين على الاخر معناها ما يفوتوش 4 ملم طول نتاعهم افيك اون معناها انكلينيزون وقت اللي يعمل الزريقه ما يعطيش هكا دونك الي انكليني 45 معناها بيزو فيغ لو 5 كيفاش سمحت بيزو فيغ لو
آه داكور اسمه بيزول أي دونك ما بين 45 وإلى 30 درجة وتتعمل دونك تك 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 معناها 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر ودمي وفي كل انجكسيون يدخل البرودوي للدن للفروة الرأس شوية فما بلايس أكثر سنسيبل من بعضها ملالي ما سيت تري سوبورتابل معناها على 1 سور 10 معناها دقة صغيرة معناها دقة صغيرة دقة صغيرة فما عباد تعملها بالبيستولي فما عباد تعملها بالبيديهم معناها كل واحد وكل التكنيك نتاعو هذه تتعمل في حال جينيرالمون معناها أغلبية العباد تعملها مثلا بعد الصيف بعد البيسين والبحر وخاصة وقت اللي الشعرة تخسرك الكيراتين نتاعها وإلا قبل الصيف باش البروتيج سينو تتعمل مثلا في تبديل الطقس تتعمل وقت العباد بعد مثلا معناها مع ستريس ولا حاجه العباد تحس شعوراتها طاحت انا الحقيقه نتاع ربي كنت كيف ندخل ندوش تسمع بها كلي كوبا شعر تو ما عادش موجوده كمان معناها يتيح الشعر معناها اما سوني بلو بنفس نفس الفوليوم هذاك دونك كيف ما قلت لك تعمل زيادة بعد ريجيم باش تعمل روبوست معناها نتاع شعر اما الفم انسانت بعد ما تولد اللي طونت شعرها يتيح شويه شعرها يتيح شويه وجينيرالمون يتعملوا الميزو شوفو هذي تتعمل اون كور دوك دو معناها اربع حصص يتعملوا اسباسي دو جمعتين اكثر شويه ونجموا الكور هذوما نكرروهم في جرة بعضهم وإلا نستناو ثلاثة ستة شهور ونشوفوا لكاليتي متاع الشعر معناها التحسن الافونسمون متاع الشعر كيفاش ونجموا نعودوهم بالطبيعة أي كور وإلا حاجة تاخذ بعين الاعتبار عمر العمر تاخذ بعين الاعتبار لكاليتي متاع الشعر تاخذ بعين الاعتبار معناها النواقص الموجودة عند المريض زيدا تاخذ بعين الاعتبار اي مش مريض معناها مسك اي متاع بالفرنسي نعديوها باسيون كي يقولوا مريض تولي باسيون صبور اي وناخذ دونك تاخذ بعين الاعتبار لكاليتي زيدا متاع الشعر وشنو لازمه من فيتامينات ناقصة والتغذية متاع دونك كيسيونير يصير قبل بالطبيعة اي والحقيقة لا ديفيرونس نلاحظوها انا سورتو بارابور للتياح متاع الشعر والكاليتي متاع شعره في حد ذاتها دونك لمعة وليت نشوفها اكثر في شعري دونك تنجح على الاخر تنجح على الاخر باش نجربها هذه يا سيدة انا نحاول خاطر عندي شويه مشاكل في شعري ميرسي بوكو جدا كانت هذه تنجح لليوم تعداو ديريكتومون للنصيحه باي جولدينا بلس في سي حباي جولدينا بلس لليوم كي العادة تجيب حتينا سيرين بلتي سيسي أخصائية التغذية مرحبا بك سيرين أهلا بك يا نويل فما ناس تتشكى من حاجة اللي هي عكس ناس أخرين أنهم قد ما يأكلوا يحبوا يسمنوا ما ينجموا شنية تنجم تكون المشكلة دونك لهنا كونتريرمون للسمنة اللي هي نلاحظوها تاع البيريود الاخرانيه معناتها العوام الاخرى اللي هي ماشيه وتتكاثر في العالم الكل الديفيسيت نتاع الميزان اللي معناتها نقص الميزان بيزارمون قاعد في براتيكمون في 4% دو لا بوبولاسيون دونك لهنا سا فو دير كو عندنا سكون ابل اون ميغرور كونستيتيسيونيل معناتها كيما فما عباد طويل وعباد قصار معناتها حسب الشعوب ان فيت المشكله نتاع الزياده في الميزان بلوتو النقص في الميزان راهي حاجه طبيعيه ابري عندنا برشا حاجات تنجم تاثر فيها دونك لهنا عندنا جينيتيك ديجا باش تاثر دونك كيما العابد كي يبدا عنده في العائله شكون سمين ينجم يطلع عنده ليجين هذوما الضعف زاد كيف نفس الحكايه دونك اذا كان عندنا شكون ضعيف في العائله راهو فما امكانيه بلغتنا احنا نقولوا يطلع عودو جويد كيف ما ابوه ولا امه ولا عمومته ولا خوالو عندنا زاد لو كوتي سونتي عندنا بعض لي انفلاماسيون كيما نتاع البنكرياس كيما نتاع لي انتستان دونك اللي باش ياثروا على الزياده في الميزان عندنا لي مالادي كرونيك كيف ما المالادي دو كرون الالتهابات اللي موجوده في المصارن نتاعنا عندنا المالادي سيلياك دونك مرض الابطن عندنا لي دياري كرونيك ما يخليوش البدن يزيد في الميزان دونك هذوما من اكثر الحاجات اللي نجموا يتسببوا لنا في النقص في الميزان وعندنا لي كارونس اليمونتير ديجا حكينا عليهم كي نكونوا كارونسي اون زانك اون فير دونك باش ينقصوا من الشهيه واوتوماتيكمون باش يصير معناتها نقص في الميزان تبقى شنو هي que ce soit par rapport les génétiques ou les maladies
راهو با فورسيمون نجمو نلقاو ان ريزولتا للماكله، مي اذا كاني باش تكون لي اون كارونس اليمونتير نجمو نتصرفوا. اول حاجه بيان سور باش نداويو الكارونس نتاعنا، اي انسويت نتعداو دونك لابور اليمونتير. دونك لنا ديما نقولوا للباسيون نحاولوا نخدموا على الفوليوم دو ليستوما، يزمو يكبروا شويه، خاطر ديما كي تسال المريض تقول له انت علاش ماكش معناتها كيفاش تاكل والا علاش ما تزيدش في الميزان، يقول لك والله ما عنديش شيء هي والا في ساعه نشبع. دونك اول حاجه نحاولوا اون فراكسيون لي روبا، معناتها هو تلقاه ياكلك مره ولا مرتين في النهار وفي ساعه يشبع، تقولوا ميسالش حاول كل ساعتين تاكل حاجه، مش بالضروره تكون حاجه معناتها لابور كالوريك، مش باش نلعبوا عليه من الاول، من الاول نحاولوا ناكلوا معناتها حاجات خفيف، مي جوست باش نخليو الشهيه تتحل والمعده تتحل شويه. من بعد نبداو نطلعوا في الحريرات. دونك العباد اللي عندهم مشكله في الميزان سورتو كونسيليي ان بروبليم سيشيك، معناتها يحزن يقطع الماكله، يفرح يقطع الماكله، يستريس يقطع الماكله، دونك عندنا ان بروبليم اللي يولي فما ان غوفو بارابور للماكله ونخافوا من الماكله، دونك يرالك الصحن معبي والا معناتها معناتها يا بليزيور شوز فوق الطاوله باش يلزم ناكلهم، يوهق نقولوا احنا على الماكله هذيك. دونك احنا شنعملوا؟ اون ايسي دو ميلونجي الحاجات، مثلا ناخذوا ليكزومبل ناوي للصباح تاخذ كعبه ياغورت وتاخذ تختين وتاخذ والا الجرانولا وتاخذ كعبه الغله وتاخذ جبن، دونك نقولوا لهم خلطوا كعبه الياغورت حط فيها الجرانولا وفتفت فيها الغله، دونك انت ريالمون كي باش تشوف جوست كعبه ياغورت، مي لمي توت ان بتي ديجني اكيليبري في وسط الكعبه هذيك. يسوفي يرجع لو رابور مع الماكله، ولينا نشتهي ونحبوا على الحاجات، وقتها نوليو نعملوا دي روبا اكيليبري وكاملين بخضرتهم وفاريي سافا دو سوا. نجمو زاده اون استوس نخدموا دي جافاج للليل، ماكله الليل تعاون برشا على حلين الشهيه، دونك نحاولوا ناخذوا حاجات اللي باش تحل الشهيه كيف ما الجلجلان، كيف ما لي برودوي ليتي، كيف ما العسل، الفاكهه، دونك هذوما باش يعاونوا البدن على باش يطلعوا لنا بيان سور الزنك والفير اللي باش يعاونوا البدن على حلين الشهيه، دونك هكايا اون بو تروفي ان ريزولتا ونزيدوا الكيلوات اللي نستحقوا لهم. فوالا يعطيك الصحه سيرين بلتي سيسي اخصائيه تغذيه. نذكركم اللي جولدينا بلس معترف بها وركوموندي من الجمعية التونسية لعلوم التغذية. كانت هذه نصيحتنا باي جولدينا بلس. هوني توفى حستنا صحتك معنا، نتقابلوا كل نهار جمعة 9 غير 4 على كارتاج بلس، وتنجموا تلقاونا على لي ريزو سوسيو صحتك معنا بالعربي وبالفرنسي. اللي راتا ليميسيون نجم يلقاها على يوتيوب كارتاج بلس ويلقاها على الباج زيدا كارتاج بلس. ميرسي بوكو لكل جمعة تبعثونا أسئلتكم وتبعثونا اقتراحاتكم اللي تحبوا تلقاوها هوني في البلاتو. ميرسي اللي تتفرجوا فينا، ميرسي لي سبونسور نتاعنا ميديس سيتافيل جولدينا بلس، لي بارتنير نتاعنا موبل روشيل كلاريون تكنوبات اي بروبان. نتقابلوا جمعة جاية صباح الخير. هذا البرنامج برعاية مخابر مديس. استحفظ على صحتك وصحة العزيز عليك مع جولدينا بلس. سون كوليسترول، غنية بالأوميغا 3 ومن غير ويل إيدروجيني، جولدينا بلس تعاونك على تغذية سليمة ومتوازنة طول النهار. جولدينا محلاك محلاك يا لميمة.